بيجو في متابعة ومشاهدي أبو كبير معاكو واقعة المنصورة، الشاب اللي ذبح صديقته. هنشوف الواقعة دلوقتي. أظن يعني هيطلع كام شهر دلوقتي على المعاش. شغال مدرس، هو مدرس رياضة، أظن رياضة، وراجل محترم جدا وصحابي وعامل كل حاجة في الناس وكده. سمعت إن هو قال لي عربية بس اشتغل فيها بس. له عربية شغالين واشتغل فيها برضه يعني. بالنسبة للبيت هو يعني الاثنين قاعدين هنا في البيت، وهي ساعات تقعد مع الناس في القاهرة وتيجي تقعد هنا شوية. ولكن دخلت انا النهارده اعترض بيها الشاب ده، وهي دخلت كان في امتحان النهارده زين وروج على الفيس ان هو كان شرح. لا ده هي كانت راح الامتحان من هناك، البنت والدتها قالت لي ده كانت احنا الامتحان واعترض بيها بره وشوف الفيديو. انت اكيد عارف مليره عن الارض وعارف اخواتها. لا ناس محترمه وناس حلوه يعني، مفيش اي مشاكل. راح الامتحانات وهنا في الشارع يعني بكلم زميلي بقول له والله حصل كذا 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 كذا، يعني بقالهم حوالي 7 سنين لكن النصيب على قدر الله ما شاء الله. اخر مره شفت نيره يمشي ولدها كنا التفاصيل هم على طول والدها معانا هنا في الشارع على طول وبنتها معانا هنا. ليها كم اخ ولا كم اخت؟ ليها اخوات متجوزين، هي اصغر واحده فيهم مش متجوزه. فين بس؟ هي هم اساسا من المحل؟ مش عارف والله يعني. يعتبر هم ماشيين المحل، لكن هم جايين هنا ايه قاعدين في الشارع وكانوا بيبقوا الشارع يتنقلوا ويروحوا يقعدوا في الشارع. خلاص مش يعني هنا سنة كام؟ سنة تالتة. طب انت توليت من ساعة الحلقة؟ عرفت الحلقة؟ من خلال الأخبار، ببص لقيت الأخبار نشتي من الصورة يعني، أنا عارف ريرة. فببص في التعليقات لقيت ريرة أشرف. فاتصلت بتليفون والدها غير متاح، اتصلت بوالدتها لقيتها حالة حزن شديدة جدا، وقالت لي بقى الشاب اللي حصل كذا كذا. انت هنا في المنصورة دلوقتي، انت لسه موجودة في الشقة ولا ماشية طلعت المنصورة؟ لا في المنصورة، احنا كنا في المنصورة. طب استاذ محمد يعني لما تأكد لنا تاني ما قالته والدتها لحضرتك النهاردة، ان نيرة كانت راح الامتحان ولا ما كانتش في امتحان؟ لا قالت لي كانت داخل الامتحان. والدتها كلمتني احكي لنا كده كل الكواليس اللي حصلت النهاردة ما بينك وما بين الأسرة خاصة بعد الحادثة. اخر اتصال من والدتها يعني من حوالي نص ساعه كده قالت لي ايه ده توفت بالها يعني زي ما قال على صفحات الفيس ان هي متوفيه من بعد الحادثه اللي حصل. لا ده من حوالي ساعه كده، انا مكلمها من حوالي ساعه ونص ولا حاجه من دلوقتي. قالت لي ده هي دلوقتي في العمليات وفي حاله خطره جدا وبعينها. بس محمد لو يمكن برضه حضرتك يعني توضح لنا ايه العلاقه اللي كانت بينها وبين زميلها، وهل كانت في علاقه خطر بينه او ارتباط او كده؟ لا اكيد ما فيش علاقه حب يعني تعمل كده يعني، ان هو يضايقها ومحاضر في الشرطه وحاجات من ديت في محاضر خلافات ما بين اسر متهم واسر. ايوه طب ايه الاسباب طيب؟ نعم؟ ايه الاسباب؟ واحد بيضايقها يعني عايز يخطبها ومش رافعين رافضينه بسبب كده. طب نيرة ضيف حنا كانت شغالة ايه؟ تعرف عنها ايه وعن حياتها؟ كانت في كلية ومدير وبتروح شغلها وتجيب شغلها عادي يعني. طب هل حد قال لحضرتك معلومة عن الولد دلوقتي حالته الصحية ايه؟ هل هو عايش وهل هو لا؟ اخر خبر اللي اعرف ان هو ميت يعني. الولد يعني شد من الضرب اللي ما ضربوه لما الناس الشباب يعني كده وكاتوا عليه ضربوه فمات يعني بسبب الضرب، لان الناس بتقول ان هو مجرد كسر في مناخيره بس. دي اخر ده تواصل مع الاسره قالت ان هو اتوفى. ده اخر خبر وصل لي ان هو ايه. محمد طمنا على حاله الاسره في يوم عنده ايه تواصل معاهم ولا لسه مستنيين ان هم التفاصيل الاخيره هي دي عايزه فين دفنه فين كده هيبعت لك الشارع هم مقابرهم فين عرف برضه المتابعين والله يعني. بطل شويه كده من الدنيا تمر يعني شويه كده 10 دقايق كده واكلمهم بس ربنا يرحمها يعني.
معلش حابين ناكد مع حضرتك تاني شخصيه مليره، وهل هي فعلا تتراحق مساحه ولا لا؟ يعني كل التفاصيل اللي دارت ما بينك وبين الشرطه النهارده، يعني احتفل الحق يعني لما كلمت والدتها قالت لي هي كانت راحه الامتحان.